فرص صعود النادي الاهلي من مجموعته بدوري ابطال افريقيا بعد خسارته من سان داونز. احلى جمهور في الدنيا منتظر تعمل لي متابعه للصفحه واشتراك في قناه على اليوتيوب، ويلا بينا نعرف فرص صعود النادي الاهلي في المجموعه. رجعنا لكم تاني، وفرص صعود النادي الاهلي من مجموعته بعد خسارته امام سان داونز. اعمل اشتراك في القناه علشان يوصلك كل ما هو جديد. محبين النادي الاهلي، متابعي النادي الاهلي، عارفين ان انتوا زعلانين، عارفين ان احنا كلنا زعلانين علشان خساره النادي الاهلي امام سان داونز وتضاؤل فرص صعود النادي الاهلي. ولكن انا جاي لك النهارده بقول لك النادي الاهلي لسه عنده امل في الصعود، لسه عنده امل في الصعود، ولو امل بسيط، ولكن نتمسك بالحلم ونتمسك بالامل. المباراه القادمه الاهلي والقطن الكاميروني، النادي الاهلي مطالب بالفوز على القطن الكاميروني ولا شيء غير الفوز. الهلال وسان داونز والمباراه ستقام في ملعب الهلال وبدون جمهور. النتيجه اللي في صالح النادي الاهلي هي فوز سان داونز او التعادل. في حاله فوز سان داونز يكتفي النادي الاهلي في مباراته الاخيره امام الهلال السوداني بالفوز على الهلال السوداني باي نتيجه، يصعد النادي الاهلي مباشره. اما في حاله تعادل الهلال وسان داونز يحتاج النادي الاهلي الفوز على الهلال السوداني بفارق هدفين، خصوصا النادي الاهلي كان خسران من الهلال هناك 1-0. فالنادي الاهلي امامه فرصتين، هي يا اما فوز سان داونز على الهلال السوداني، يا اما تعادل الهلال السوداني وسان داونز وفوز النادي الاهلي على القطن الكاميروني. احلى متابعين للنادي الاهلي، نتمسك بالحلم، ندعم فريقنا، منتظر اشتراك كل جمهور النادي الاهلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.